محمد مطيري ناظر في الشاشة وراح يطلع والدك. سلام. أخ صغيرة دوم تسألني عليك. بن عمر اتفضل. هيك سلطان تفضل عندي. محمد كلمات توجهها لوالدك رحمة الله عليه. فاقد شبت النار الفجر، فاقد طلوع من المسجد وجيرانه حوله يجون يتقهون، عمامه خواضي فاقد كل يوم يجي نبض يفهق بالفجر. كنا في حي تقريبا فاضي، كان طريق الناس مسافرين من تبوك للمدينة وحي المطار أو حي تبوك حتى مخطط المطار، فكان الحي شبه فاضي، فكان يدخل المسجد ويقعد داخل واحد يشوف الطرقي منين جاي. ما ندري كل يوم إلا معه واحد جايبه تقهوى عنده. الله يرحمه. الله يرحمه. فقدت وصاته بالجار بالأقارب بالصديق بالقريب والبعيد، رسائله الدينية متواصلة. الله يرحمه رحمة واسعة. آمين. يعطيك العافية محمد. الله يعافيك. طيب هذا والد المتسابق محمد المطيري رحمه الله، ومن هالمكان نقول نسأل الله أن يجعل قبره رب رياض الجنة ويجاوز عنه، يجعل فردوس العالمين.